طب ده كده الناس ممكن تفهم ان حضرتك مع التطبيع اسرائيل ازاي؟ لا هو مش مع التطبيع ولا حاجه، لا 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 سيبك من الفركشه اللي عملها دي، لا لا مش حاجه اسمها كده. هو مفيش تطبيع؟ هو مفيش علاقات بينه وبين اسرائيل؟ هو مفيش رجال اعمال بيشتغلوا معانا علاقات سياسيه وبزنس وتجاره ورجال اعمال ومشاريع مشتركه وكل حاجه؟ دكتور انت ضد التطبيع ولا مع التطبيع؟ خلاص عدى الوقت ده، التطبيع هو واقع طبعا، بقى واقع طبعا.